أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أي أسأل الله الكريم ورب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله في دنياه وآخرته فقد سعد سعادة أبدية. من كان الله وليه فلا تخف عليه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن كان الله وليه جعل لها من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب، ووفقه للصواب، وصرف عنه مكائد الشياطين الإنس والجن. وفي الحديث وصية النبي لابن عباس: احفظ الله يحفظك. والملائكة هم أولياء المؤمن الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلكون الله وليا لهم وكون الله تولاهم صار الملائكة أولياء لهم، يثبتونهم في الدنيا وعند الموت، ويسلمون عليهم يوم القيامة وهم معهم حتى يخلصوا من فزع ذلك اليوم وشدائده وكرباته. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله وليك، ومن كان الله وليه فلا يخف ولا يحزن. أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إن أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الخصال هن عنوان السعادة. كما دعا المصنف لقارئ هذا الكتاب بهذه الدعوات الثلاثة: أن يجعله ممن إن أعطي شكر. فمن كان شاكرا لله بإنعامه وإفضاله عليه كان من التقين. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فمن كان من الشاكرين لله المثنين على الله بنعمه بقلبه بأن يعتقد أن هذه النعم من الله فضل وكرمه، وبلسانه بأن يثني على الله ويمدحه، فلا أحد أحب إليه مثل من الله من ذلك أثنى على نفسه وشكره بجوارحه، فسخر الجوارح فيما يقرب إلى الله وفيما يعين على الخير، فهذا من الشاكرين. وأن يجعلك ممن إن ابتلي صبر. كذلك المسلم إذا ابتلي بالمصائب صبر عليها احتسابا وطمعا في ثواب الله. هو لا يتمنى العدو ولا يتمنى المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. فالإنسان يتمنى البلاء، يعني لا يدري يصبر أم لا، لكن إن نزل به البلاء صبر واحتسب ورجى أن يكون في هذا البلاء حطا للسيئات ورفعا للدرجات. وفي الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وفي الحديث الآخر: أشد الناس بلاء
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل الأمثل، يبتلى الرجل على قد دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي حديث آخر: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن هذه إقصاد ثلاثة عنوان ساعات العبد: شكره في رخائه، صبره على البلاء، استغفاره عندما تزل قدمه. قال الشيخ: وإذا وأن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر. هذه خصلة الثالثة، أن يجعلك أيها العبد من القوم الذين إذا أذنبوا وأساءوا وأخطأوا وزلت بهم القدم أنهم يندمون ويستغفرون. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال جل وعلا أيضا في سورة الشورى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال في سورة النساء: ومن يعمل سوءا نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالتوبة من الذنوب والاستغفار منها من أخلاق المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن شكر عند الرخاء وصبر في البلاء واستغفر عند الوقوع في الرجاء فإنه قد أخذ بأسباب السعادة التي فيها نجاته في حياته وآخرته. مجالس العلم.